السلام عليكم ورحمة الله حبيباتي، كيراكم دايرين؟ مرحبا بكم في قناة فرح. إن شاء الله اليوم مع فيديو جديد اللي هي شوربة البروكلي الكريمية. خليكم معايا وما تروحوش لبعيد. وهنا نحتاجو بروكلي الكمية اللي عندك، نقطعو لها هذوك لي بوكي تاوعه من الفوق. شوفوا معايا كي غادي نقطعه. المهم هاد الطريقة بزاف شابة، وهاد السوب تجي ما نحكي لكمش. اللي ما يبغيش البروكلي غادي يولي يبغي، خاصة لأطفالكم، هي يعني حساء مغذي وبزاف بنين. هنا قطعت كاع هذوك لي بوكي وخرتهم على جهة كما راكم تشوفوا. درت لهم الماء ودرت الخل هكا بشكل عندنا اي ميكروب ولا حاجه فيه، ونخليه في الخل شويه ونعاود نشل لهم مليح ونكملوا الطريقه. المهم هنا راني درت شويه زيت الزيتون كيما راكم تشوفوا في طاجين. اول حاجه نديرها هي نحمص هذوك لي بوكي تاع البروكلي، خلوهم يتحمصوا. ودروك نقو هاد الجذور اللي راكم تشوفوا فيهم، هادو ما نقيسوهمش، نقلعو لهم هاديك الجرفه اللي من فوق قاصحه، وغادي نستعملو هاديك الدخلاني يجي شويه طري كما راكم تشوفوا هكا. نقوهم كاع على الجناب، وهادو كل اللي في الوسط انا غادي نقطعهم طراف صغار باش نزيدهم مع السوب. يعني هادو هما اللي غادي نخدمو بهم السوب، هاد الاطراف هما اللي غادي نخدمو بهم السوب، يعني هما اللي غادي نزيدوهم مع واحد الخضرة اللي غادي نديروها معاها كيما الزروطية والبطاط. نزيدو معاهم هاد الأطراف اللي غادي نقطعوهم صغار. نزيدو معاهم حبة زروطية اللي هي حبة جزر، نقوها مليح، ونزيدو معاهم حبة تاع بطاطا، حبة صغيرة مثلكم ولا درتو كمية كبيرة تاع بروكلي كبروا الحب. ونزيدو حبة تاع بصل، هذه هي الخضار اللي انا غادي نديرهم في هذا السوق، يعني ماهيش حاجة بزاف. هنا بعد ما غسلتهم راني غادي نبدا نقطع فيهم ماء، حتى هذوك الجذور تاع البروكلي لازم تغسلوهم. انا كي قطعتهم غسلتهم كاع في رحمة. هنايا سي بون سي راه تحمر لي هذاك البروكلي، شوفو كي يتحمر شويه وتحمص، نقلعوه نوخرو على جهه. وهنا في نفس شوفو كي يتحمص، هذا هو يجي كيما اللون تاعه لازم يتبدل. هنا زدت شويه زبده في هذاك في نفس الطاجين اللي حمصت فيه، هيا ذوبتها، ونديرو هذيك الخضره اللي كنا قطعناها مع بعض، ونخلوها حتى من يعني كما نقولوا تدبل لنا، طيب لنا شويه. ها هي هنا نزيد شويه ملح شويه فلفل، هاي الملح والفلفل هذا ما كان. هنا بعد ما دبلت هذيك الخضار غادي نزيد لها الماء يكون يغلي، يعني ماء مغلي، ونخليها تطيب على غطا. هو كل شيء راه طاب لنا، نجيبو الميكسور ونميكسو هذا الخليط مع بعض. شوفوا كي ولا، بغيتو تخلوه هكا خلوه، بغيتو تزيدو تخفوه زيدو الماء. انايا خففته، نزيد له الماء ثم نخفه شويه، خاطر راني غادي نزيد من بعد هذوك لي بوكي تاع البروكلي، ونزيد الفرماج. هنا نزيدو الفرماج، يعني نزيدو غير بشويه ونطحن بالميكسر. هذا بيكم الا عندكم فرماج غيديرو، خاطر تجي شابه بالفرماج، هي كريميه كما قلت لكم في الاول. وهنا بعد ما خلطتها مليح ميكسيت كل شيء مع بعض، نزيدو هذوك الاطراف تاع البروكلي
كيما هاك، يعني هاد الاطراف ما لازمش نزيدوهم في الاول باش ما نطحنوهمش مليح، نزيدوهم مع التالي. وغادي نطحنو غير بشويه يعني بالميكسور، غير بشويه نطحنو كيما هاك ضربه ضربه حتى لي يعني ما نطحنوش هذوك لي بوكي غايه، يعني غير ضربه خفيفه باش يبقاو لنا هذوك الاطراف السوب وتجي الشكل تاعها يجي شباب. نار ديتها تغلي واحد شويه والسوب تاعي ها هي وجدت. شوفوا كي جات تجي بزاف بنينه، نزلت لها من فوق شويه زيت الزيتون، نزيدوا لها زيت الزيتون تجي بزاف شابه مع زيت الزيتون وكريميه وهبال. ما نحكي لكمش بان روعه روعه روعه، لازم تجربوها باش هكا تردوا لي الخبر وغادي تعجبكم بزاف. ما تنسوش خلوا لي لايك والكومونتير تاعكم وديروا شير الفيديو ما احببكم، ونتمنى اللي ما يش مشترك في قناتي تشترك، ونتمنى لكم يوم طيب وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. مع السلامه حبيباتي.